لقد أزلت الضجيج الذي يعترض حياتي. ربما قصد بالضجيج انفصال والديه وهو في الرابعة من عمره، أو موت أخته أمام عينيه وهي لازالت في المهد. ضجيج كاد أن يعثر بمستقبل طفل قدر له أن يكون أحد أكثر 100 شخص مؤثرة في عالمنا. آمن بقدرة الناس على تغيير الأشياء بعقولهم حسب ما صرح، فاستطاع الوصول لأعلى مراتب النجاح، وتحول من طفل لم ينجح بإكمال دراسته لأحد ألمع نجوم الغناء عبر التاريخ. ثروة قدرت ب$100 مليون وجوائز بالعشرات من أهم الجوائز العالمية. سنعرف سوياً كيف استطاع المغني والمؤلف والممثل الكوميدي جاستن تيمبرليك تحقيقهما. جاستن راندال تيمبرليك من مواليد 31 من يناير لعام 1981، ولد في مدينة ممفيس بولاية تينيسي الأمريكية لوالديه راندال تيمبرليك ولين بومر، واللذان لاحظا فيه موهبة الغناء وامتلاكه لصوت عذب جعلهما يتشجعان على تنمية موهبة طفليهما الصغير. فكان كورال الكنيسة المحلية هو المكان الأول الذي برز فيه اسم جاستن وأظهر موهبته الرائعة للعامة. وبرغم مروره بعدد من المآسي الأسرية بدءا من انفصال والديه وهو في الرابعة من عمره واحتضان جده له وتربيته إلى وفاة أخته الغير شقيقة بعد ولادتها بشهور قليلة، تلك الأزمات التي كادت تعصف بمستقبل الطفل الموهوب وتحول حياته لمأساة، إلا أن عددا من الموسيقيين المحليين في مدينته قاموا بدعم موهبته ورعايتها، فكان منهم من علمه العزف على الجيتار، ومنهم من ساعده في تعلم الموسيقى والغناء من الألف للياء، وذلك لثقل موهبته الربانية بالعلم. وقد وجد جاستن فرصته بالالتحاق بفرقة بي كينج لتكون أولى انطلاقاته في عالم الغناء برغم سنه الصغير. سنه الصغير الذي لم يمنعه من الوصول لما يريد بفضل عقله الناضج الذي سبق ذلك السن، فجاستن قرر وهو طفل لم يجتاز الصف السادس من تعليمه أن يترك التعليم نهائياً ليتفرغ لدراسة الموسيقى والبحث عن ضالته في العالم الذي يعشقه. بعد الالتحاق بفرقة بي كينج بدأ جاستن في تقديم بعض الأغاني والعروض بين عامي 1993 و1995 على مسرح ذا نيو ميكي ماوس، المكان الذي كان يضم أنذاك كلا من كريستينا أغويليرا وبريتني سبيرز وجايسي شاسيز، الأخير الذي قام بعد ذلك بتكوين فرقة إنسينك بالشراكة مع كل من كريس كيرك باتريك ولانس باس وجوي فاتون، وأخيرا تيمبرليك. فرقة غنائية مكونة من الذكور فقط تحولت من فرقة محلية لواحدة من أشهر فرق تسعينيات القرن الماضي، شهرة واسعة من أوروبا للولايات المتحدة نجحوا بتحقيقها بمجرد تقديمهم لألبومهم الأول. ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن، فنجاحهم الباهر شابه بعض المشاكل القانونية والتي قامت بدورها بتأخيرهم في إصدار الألبوم الثاني إلى أن أصدروه في عام 2002 بعنوان No Strings Attached، والذي حقق نجاحاً باهراً وحل أول من حيث الأكثر مبيعاً لعام 2002. وكانت أغنية باي 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 التي أداها تيمبرليك منفرداً تعد أكثر أغاني الألبوم نجاحاً وصاحبة الفضل الأول في النجاح الذي حققته الفرقة لاحقاً. في العام التالي أصدروا ألبوم سيليبريتي والذي حقق أرباحاً تجاوزت $90 مليون. كل تلك النجاحات لم تكن مقنعة لتيمبرليك كي يتخلى عن حلم النجاح الفردي الذي جال بعقله منذ طفولته، فقرر في عام 2002 أن ينفصل عن الفرقة ويبدأ العمل بمفرده، وعلى الفور أصدر أغنيته الأولى كمغني منفرد وكانت بعنوان Like I Love You، وبعد أن حققت نجاحاً جيد اتخذ الخطوة التالية بإصدار ألبوم Just Fight، الألبوم الذي فاز بفضله بجائزة غرامي لسنة 2004 عن أفضل ألبوم بوب وأفضل مغني بوب لذلك العام، بعد أن بيعت أكثر من 7 ملايين نسخة منه في شتى دول العالم. وبهذا نجح تيمبرليك بتأسيس قاعدة جماهيرية واسعة من جميع أنحاء العالم، قاعدة تقبلت ما فعله في حفل سوبر بول 2004 في حق النجمة جانيت جاكسون حين نشب خلافاً بينهم على الهواء مباشرة انتهى بتمزيقه لثيابها بشكل مهين على المسرح. بعدها انطلق جاستن في مسيرته الفنية الناجحة بعدد من المشاريع التي رشحته للفوز بجائزة غرامي أكثر من مرة، منها مشروعه الناجح مع فرقة بلاك إيد بيس بتعاونهم في أغنية Where is the Love، وأيضا تعاونه مع سنوب دوغ ونيلي فورتادو وغيرهم من الأسماء اللامعة.
أما في عام 2005 عاد جاستن ليحقق المزيد من الأرقام القياسية مجدداً، وذلك بألبوم Future Sex Love Sanders، حيث أتت إحدى أغنياته وهي أغنية سيكسي باك في المرتبة الأولى في قائمة بيلبورد، وحافظت على الصدارة لأسابيع متتالية بجانب أغنيتي I Think She Knows و Love Sanders، واللتان فاز عنهما بجائزة غرامي. ومن عام 2005 ل 2008 حيث دق تيمبرليك أبواب نجاح أكبر، وذلك بتعاونه مع مادونا في أغنية 4 Minutes. توفيت أخته غير شقيقة بعد ولادتها بزمن قصير، ورثها تيمبرليك في أغنية مع فرقة إنسينك وهي My Angel in Heaven، حيث تصدرت الأغنية التي ساهم في غنائها رفقة النجمة الشهيرة، وشارك حتى في كتابتها قائمة العشر الأوائل لأسابيع طويلة أيضاً. هل هذا كل شيء؟ بالطبع لا. وهل للطموح حدود؟ لم يكتف تيمبرليك بكونه واحداً من أنجح بني جيله من مغنين الراب في العالم، بل دق باب السينما والتلفزيون بتقديم نفسه كممثل ناجح أيضاً. وكانت الأدوار الصغيرة التي شارك بها في فيلم ألفا دوغ وبلاك سنيك مون اللذان عرضا في عام 2006 أولى محطاته في عالم التمثيل، ليبرز لاحقاً بأدائه الصوتي في فيلم شريك ذا ثيرد في عام 2007، والذي فتح له المجال لتأدية المزيد من الأدوار الصوتية لأفلام كرتونية مميزة وشهيرة، لحينما وجد انطلاقته الحقيقية في عالم التمثيل عبر فيلم ذا سوشيال نيتورك 2010، حيث حقق نجاحاً باهراً في تجسيد رجل الأعمال الشهير شين باركر، أثبت به مكانته كممثل موهوب بالفطرة لتتوالى أعماله السينمائية الناجحة. وحتى التلفزيون لم يخلو من بعض لمسات النجم متعدد المواهب، فكان برنامج ساتردي نايت لايف نسخة 2006 شاهداً على براعة جاستن كمقدم وستاند أب كوميدي ذو قبول حسن. وبعد حصوله على جائزتي إيمي لأدائه الرائع في عدة أعمال تلفزيونية، قرر جاستن التركيز مجدداً على مسيرته الغنائية. وأخيراً عاد تيمبرليك لتحطيم الأرقام القياسية مجدداً من خلال الفيلم الكرتوني الشهير ترولز، حيث قدم فيه أغنية الفيلم الأساسية بعنوان Can't Stop the Feeling، حيث تصدرت قائمة بيلبورد لأفضل 100 أغنية وحلت في المرتبة الأولى في قوائم أكثر من 16 دولة. تلك المسيرة الفنية الرائعة جعلت من جاستن واحداً من أنجح الفنانين الشاملين في العالم، فتم تكريمه بأكثر من 119 جائزة، أهمهم فوزه بعشر جوائز غرامي وأربع جوائز إيمي وتسع جوائز بيلبورد وثلاث جوائز بريت، بجانب نيله الدكتوراه الفخرية في الموسيقى من كلية باركلي وجائزة التميز لمايكل جاكسون. كل هذا التكريم بجانب كونه أحد أكثر مغنين العالم مبيعاً على مر التاريخ، بمبيعات تجاوزت 32 مليون نسخة لألبوماته و56 مليون نسخة لأغانيه المنفردة طوال مسيرته، ولهذا لقب بأيقونة البوب وصنف ضمن أفضل 40 مغني في قائمة مينستريم بوب، بجانب اختياره ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم بين عامي 2013 و2017. على الجانب الشخصي نجد أن الفنان صاحب الثروة التي قدرت مؤخرا بأكثر من 100 مليون دولار حظي بالعديد من العلاقات العاطفية المتميزة مع العديد من النجمات، ومر بالكثير من المحطات المثيرة المشابهة لأغانيه. فمثلاً في عام 2007 ارتبط بالممثلة جيسيكا بيل بأن انفصل عن النجمة كاميرون دياز التي ارتبط بها بعد انفصاله عن بريتني سبيرز. هذا صحيح، بريتني سبيرز التي ارتبط بها وهو طفل لم يتجاوز 12، وتحدث عن قبلتهما الأولى التي لا زال يمدح بها حتى اليوم. في عام 2012 قرر الزواج من جيسيكا وأنجبا طفلتهما الأولى سيلاس في أبريل عام 2015، ثم فيناس تيمبرليك في عام 2020، ولا زالا يحافظان على زواجهما حتى اليوم.